After a decade of trying to survive a brutal conflict in war-torn Syria, Hamid and his internally displaced family are now reaching breaking point. My name is Hamid Khadour. I have six children. وأنا وعائلتي وعندي بين الأطفال يعني عندي بنات بنتين هاي الإصابة كنا بريف حلب بمنطقة العيس انتقلت من منطقة العيس على الزربة ونحن باركين بالبيت بأرض الديار ما حسينا إلا طلع الطيران بعد الطيران صارت تنزل علينا القذائف ما توقعنا حالنا يطلع أنا وعائلتي وأولادي نطلع من هالمنطقة هذيك بس لكن حسبي الله ونعم الوكيل إصابتي إجت بإيدي وإجت بعيني وعين بنتي ومتحمد الله مشكره وهنا الموقف هذاك ما بنساه بحياتي لحتى تعيننا يعني بالأكل والشرب ولا حول ولا قوة إلا بالله بتطلع ما بتلاقي بعد مرات شغل يعني عند حدا أو كذا بتطلع بتدور على شغل يعني ببيوت العالم يعني كخادمة بعد مرات ما بتلاقي شغل يعني مصدر المعيشة إنه ناكل ونشرب بعد مرات بتدور بنايلو بلاستيك من الحوايا يعني بصراحة ولحتى تبيعهم وتجيب لنا حق خبز أو حق أكل أو حق شرب هي الأطفال عندي هون يعني عايشين بمأساة يا أخي يعني عندي الأطفال كل يوم بها جبال وبينها الصخر لا عنا دراسة لا عنا مدرسة لا عنا ما يعني الطفل لا حول ولا قوة صار عايش كأنه في برية عايش الطفل يعني دراسة ما بيعرف هلق يمكن تحكي له اللحم والفروج والامور هاي ما بتعرفها عنا يعني الموزه او التفاحه او البرتقاله هاي ما بتعرفها الاطفال وعندي اطفال انا بعض مرات بنيمها يعني بتنام جوعانه يعني بجبر الطفل نام يعني نام خلص ما في اكل ولا حول ولا قوه يا اخي كانت عنا الاعياد العيد الاضحى كان جارنا يذبح جيراننا تذبح نحن نذبح هذا يذبح عيد الاضحى أهلك، خلانك، جيرانك، ناسك يعني ما هون ما في عنا عياد هون عيد ما في عنا هون بهالمناطق هاي ما في عيد يا أخي حسبي الله ونعم الوكيل أكل ما في يأكل أكل ما في يأكل طفل يعني إذا ما أكل وشد ما بيصير صابوا نقص تغذية الطفل ما عاد يكبر يعني عم طلع عليه عم طلع أولاد البشر إنه عم تكبر أولاد أنا أولادي لساعتها صغار يعني حسبي الله ونعم الوكيل على العيشة برضو منقول الحمد لله رب العالمين إنه عايشين ما عم نموت يعني أنا ما زعلت على نفسي زعلت على الطفلة شلون صاوبت وراحت عينها بصراحة يعني لوني ميت هو اللي ما أشوف بنت عندي رايحة عينها بصراحة يعني بدها قرنية عم يقولوا لي حقها 3000 دولار طيب 3000 دولار منين بدي أجيبها إذا حق أكل ما معي أصعب شيء يكون على الرجل هو ابنه يكون جوعان أو عريان وهذا أنا الموضوع اللي صاير ما بحسن يعني هلا بتمنى حالي يموت أنا ولا ألاقي ابني جوعان أو عريان أو Hamid and his family have suffered more than enough This Eid Ul Adha Follow the footsteps of the messenger peace be upon him and help feed thousands of vulnerable families like Hamid's Give your Qurbani today. Visit www.humanappeal.org.uk or call 0161 225 0225.